يسعد أوقاتكم، أحلى صبايا. اليوم رح نحكي عن جمال السيدة بالخمسينات. امبارح حكينا بالستينات، اليوم شو رح نضيف؟ رح نضيف فكرة. Let's go. يسعد أوقاتكم عائلتي الحلوة أناقة أنثى. بلشنا بسلسلة اهتمام السيدة ببشرتها وبجمالها. أكيد بلشت بالفترة الذهبية، لازم تبلش تهتم بحالها. كتير من السيدات راح فيهم القطار بالاهتمام بالمنزل، لكن تقدر من هلأ تبلش شو ما كانت النتائج. خبروني بالتعليقات شو رأيكم بهذا الفلتر. امبارح كنت حاطة فلتر، اليوم فلتر تاني. الفكرة من ذلك حتى تشوفوا الفرق بين الفلاتر والشكل الطبيعي. راح كفي الفكرة. السيدة بالخمسينات بتكون البشرة تقريبا الكولاجين فيها انخفض بالحدود الدنيا، وقد تكون قد ظهرت بعض التجاعيد. مثلا هلأ أنا بعمري 48، صرت قريبة من الخمسين، يعني التجاعيد اللي مبينة بوشي مقبولة. لكن أنا سيدة كنت اهتم بنفسي، بحط مكياجاتي، بحط كريماتي المعناية. في اختلاف، في بعض السيدات لسه ما بلشوا، بتقدروا تبلشوا هلا وما تقولوا فاتنا القطار. بالبداية مثل ما خبرناكم، التغذية الداخلية والخارجية والترطيب الداخلي والخارجي هو أهم النقاط. راح نضيف قصة انه السيدة بالخمسينات بتقدر تلعب رياضة. شو دخل الرياضة بالبشرة؟ راح تسألوني هالسؤال. دخل سبب في ذلك تراكم السكريات وتراكم الدهون الثلاثية ضمن مجرى الدم، كتير بخربط الجسم وكتير بيعطي نتيجة سلبية على البشرة والجسم بشكل عام. نحنا لما منخفض السكر من غذائنا ومنلعب رياضة حتى ندوب مخزون السكر اللي موجود عنا، حتى لو كانت السيدة بتعاني من مشاكل السكر، الرياضة والغذاء الصحي هو بيرفكت بالنسبة لها. النقطة الثانية، الاعتماد مثل ما اتفقنا على الأغذية الجنينية. إذا كنتوا حابين أعملكم حلقة مرة تانية على الأغذية الجنينية، بتمنى تكتبوا لي بالتعليقات حتى نبلش وضيفها على البرنامج الجديد اللي ماشيين فيها. تمارين اليوغا أكيد أنا بنصح فيها، واستخدام الكريمات الأنتي إيش. الملاحظات بشكل عام هي متقاربة من بعضها، لكن ضفنا للسيد الخمسينية ممارسة التمارين الرياضية. اللي عم بيتابعني أول مرة معكم لبين رح يحصل على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وبيولوجيا الشيخوخة وجمال السيدة بعد 40. ما تنسوا كومنت ولايك وشير.